اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الفجيره الذين نستمد منهم الطاقات الايجابيه كل اسبوع في هذا الموعد. الطاقات الايجابيه اللي بناخدها من احلامكم وتفاؤلكم، من التفسيرات اللي بنحاول نرتقي بها بانفسنا اجتماعيا تربويا نفسيا ايمانيا، من الطاقات الايجابيه اللي بناخدها من قصه سيدنا يوسف عليه السلام، احب واحسن القصص الى قلوب كل العالم. نستمد الطاقات الإيجابية مع أحلى جمهور في الدنيا، جمهور قناة الفجيرة التي أصبحت الآن قناة لا أقول محلية إنما قناة عالمية تستقبل اتصالات من كافة دول العالم. أهلا بكم في برنامجكم أبشر بالخير. يمكنكم التواصل معنا عبر الرسائل في الفيسبوك لايف صفحة الإعلامي دكتور أشرف العسال، أو صفحة الفجيرة تي في على الفيسبوك، أو عبر القناة اليوتيوب باسم تفسير الأحلام مع الدكتور أشرف العسال، وكذلك عبر التواصل من الاتصال اللي قاعد قدام التلفزيون. الرقم من داخل الدولة 0922-22345، ومن خارج الدولة 00971-922-22345. تعالوا أول لحظات ودقائق قبل ما ناخد الرسائل والاتصالات ناخد عبرة وأنوار وقبس من قصة سيدنا يوسف. وقفنا مع الأب يعقوب النبي لما قال لأولاده عندما قالوا لقد أكله الذئب، قال فصبر جميل، وشرحنا الصبر الحلقة اللي فاتت الجميل شو معناه. اليوم بنتكلم عن الكلمة التانية والجملة التانية من كلام يعقوب، والله المستعان على ما تصفون. تعرف تقول كده دايما لما تقع في ضيق، قول الله المستعان، بس لما تقولها ما تقولهاش بلسانك، قولها بقلبك، استعين به هو. اوعى تفتكر امرك بايد بني ادم، لا والله امرك بايده هو. يقول سيدنا، يقول احد العلماء ابن تيميه رحمه الله، يقول لو لم ينزل الله تبارك وتعالى الا الايه اياك نعبد واياك نستعين اللي في الفاتحه، لو ما نزلش غير الايتين دول لكفتنا جميعا، لاننا لا نعبد غيره ولا نستعين باحد سواه. استعين بالله لما تكون محتاج وانت مريض. الطبيب هو اداه لكن الشافي هو الله. استعين بيه لما تكون مظلوم، لأن اللي بإيده حل أزمتك وتفريج همك هو الله. استعين بيه لما تكون في موقف محتاج فيه رزق، محتاج فيه زواج، محتاج فيه إنجاب، محتاج فيه رب العالمين ينتشلني من هم أو غم من هموم الدنيا، إياك نعبد وإياك نستعين. لما قالها سيدنا يعقوب من قلبه يا جماعة، وقال والله المستعان على ما تصفون، تحركت السماء، تحركت السماء وأعادت إليه ولده يوسف. لنتعلم أن الاستعانة بالله النتيجة بتاعتها إيه؟ يحقق الله لك ما تتمنى. أما لو اعتمدت على نفسك عمرك ما هتوصل لتحقيق أحلامك. يقول النبي في دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حبتي الكرام، بعد هذا القبس من قصة سيدنا يوسف تعالوا نستقبل اتصالات جمهورنا، ونبدأ باتصال من السعودية. ما شاء الله معانا الأستاذ علوي. أستاذ علوي من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عاش من سمع الصوت الطيب ده صديق البرنامج. هلا هلا، نورت نورت برنامجنا أبشر بالخير. الله يبشرك بكل خير. سلام، طاقتكم الإيجابية عالية والله يا أستاذ علي، بحس بيها كلنا فريق العمل وقناة الفجيرة، ما شاء الله عليكم. وإحنا كذلك الله يكرمك. الله يسلمك، تفضل يا علي تفضل. دكتور أنا عندي رؤية جديدة وعندي بعد كذا إيضاح بس لرؤية سابقة. تفضل تفضل يا أستاذ علي. حلمت الأسبوع الماضي. نعم. كأني في يوم الجمعة. نعم. وبستعد عشان أنزل أصلي الجمعة. جميل. فرحت آخذ الثوب من الدولاب. وانا قاعد اخذ ثوب ماني فاكر كنت اتكلم مع مين. تاخذ ايش من دولاب؟ الثوب، الثوب اللي لابسه عشان انزل الجمعه. زين. فجاءت امي تقول لي يلا بسرعه خف، ابوك يستناك تحت، لا تضيع وقتك في الكلام، انزل البس وانزل بسرعه عشان تروح تصلي الجمعه مع ابوك. مع ان ابويا متوفي من سنين، حوالي من 15 سنه او اكثر تقريبا. اوكي. فقلت انا طيب، ولبست
وفرحت ان ابويا تحت استناني، قلت يعني ابويا مع انه ميت دحين استناني تحت. سبحان الله. فرحت قلت يعني ابويا رجع. عجيب. فكويس منها انزل اسلم عليه ونروح نصلي الجمعه سوا. وخليني بالمره اساله عن المطعم اللي كان يشتري منه عشان نروح نشتري من نفس المطعم. اوكي. هذا الحلم الاول. ماشي. ابوك بتتصدق عليه بطعام؟ والله انا عن نفسي لي فتره، يمكن امي او احد من الوالد كان متعود يتصدق بالطعام، او يعني كان يعني انا اقول لك انا كان خلينا كريم. كان كريم الله يرحمه، كان كريم في الاكل والعزايم والكلام ده. ايوه صح كده. خلينا هقول لك شو معناها بعد ما نخلص يعني. اتفضل السؤال بتاعك. توضيح. ايوه. في رؤيه انا سالتك عنها يا دكتور على زوجتي. بس هي كانت يعني كانت تحتاج توضيح بمعنى كلمه من لان يعني تختلف دلاله الكلمه اللي انا اقصدها. حلمت انا قبل فتره انه امي بتقول لي ليش ما تمشي زوجتك، اللي اقصد تمشيها عندنا نحن تمشيها يعني توديها تتمشى يعني تفسحها. اوكي. مش تطلعها. لا ما انت كنت توضح لي، لان الاتجاه بتاع التفسير بيروح ليش ما تمشي زوجتك، ده والدتك بتوصيك عليها. يا سلام. بتقول لي ليش ما تمشيها، قلت لها يا امي طيب انت عارف انا ما اقدر اوديها واجيبها، انت عارف انها كفيف وكذا. بتقول لا ضروري المفروض توديها كل مكان تبغاه. يا سلام، ده امك بتوصيك على زوجتك. واذا وصت الام الزوج او الابن على زوجته دل على ان الزوجه طائعه لك، يعني نعمه حسنه الدنيا معاك، فحافظ عليها. ادي تفسير الرؤيه الجزء اللي انت وضحته يا علوي. اما الرؤيه الاولى هتخليها بعد الصلاه، هجاوبك عنها ان شاء الله. شكرا جزيلا. هلا وغلا يا علوي من السعوديه. مرحب مرحب. نوره من السعوديه، من ابو ظبي. السلام عليكم اخت نوره. هلا وغلا. السلام عليكم. هلا وغلا يا اخت نوره. علي صوتك شويه نوره. طيب يا مرحب كده اسمعك، تفضلي. أنا حلمت امبارح بعد ما قريت الخبر، سلك رجال بحيث على سيدي بالحساب. لا الصوت فيه زي صدى او مش عارف، مش واضح، او في هواء. ما ادري من عندك ولا من عندنا، يعني في صوت مش واضح قوي. حلمتي بعد الفجر بايش تاني؟ اللي كنت في البيت بسيط على حسابي في البنك، حصلت تأخير لي 30,000 درهم. بتشيك على حسابك في البنك؟ اوكي. وحصلت مدة 30,000 درهم داخل في الحساب. زين، انت تشتغلي؟ لا. كويس. بس انه هذا المبلغ انا قسمته على الحسابين، واحد حطيت فيه 3 والثاني 27. 3 و27. اوكي. وبعدها بشويه في وحدة اجتنا في البيت اعطتني مبلغ وراحت. هاي الوحدة انا ما بعرفها ولا بتعرفني. اعطتني مبلغ تقريبا 5,000. حلو زين. انا رحت حطيته في اوضعته في البنك ورجعت شلته. جميل. وحكيت ارجع سيف على حسابي بلاش يكون من حسبت يعني هاي المبلغ. فحصلت 3,000 تأمين محطوطين عندي بالحساب. ما شاء الله. المبلغ يعني كله صار عندي 33,000. وانا بحكي ما بعرف من وينها. بعدين صار في اتصال هاتف، وحده كلمتني بتحكي لي تعالي على دوامك وانا ما بشتغل. فروحت ورجعت على البيت، كنت بدي احكي موضوع الفلوس من زوجتي، بعدين حكيتهم ما بيعرفوا، الحمد لله لسه ما بيعرفوا، وبعدين بحكي لهم. لسه ما يعرفوا ايه؟ معلش انا بسمع بالعافيه الصوت. عن موضوع الفلوس. ايش؟ عن موضوع الفلوس. عن موضوع الفلوس قلتي تحكي لاهلك بعدين. كويس. انت بتبحثي عن عمل يا نوره؟ ايوه. طيب اوكي ماشي، بس كده وشكرا. جزاك الله خير يا نوره. شكرا للكل. معنا اتصال ام سيف من راس الخيمه. السلام عليكم اخت ام سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا ام سيف، تفضلي. الشيخ عندي حلمين بس اسأل سريع. موضوع. تفضل تفضل يا موسى. الشيخ أول شيء اللي حلمت كأنها أخوي توفى. والأخ عايش؟ هي عايش. عنده كم سنة؟ متزوج عنده 4. مراته حامل الحين؟ زوجته حامل؟ لا لا. ماشي. أشوف إن كأنه توفى. وأشوف البيت كلهم عادي، وضعهم عادي. مش حد يبكي، بس أنا كنت أبكي. طبعًا ليش يبكوا؟ ده معناها كويس. وانا بس كنت ابكي عليه وافكر في بنته. يا ابو حرام بنته صغيره. وقعدت ابكي بحرقه، بس مش بصراخ، بصوت هادي يعني. وبعدين طلعت برا اشوف الجو وابكي. ماشي. انت اكثر واحده قريبه من اخوك ده يعني روحا وقلبا
تحزني عليه تفرح الفرحه قريبة منه؟ لا يعني هو كبير وفرق وقت السن بيننا. ما في بينكم ايش؟ ما ايش؟ يعني كل احترام بس احترام بيننا. احترام بينكم. علاقة قوية بس لأنه فرق في السن، في السن وايد كبير. زوجته سنها سن حمل ولا كبيرة في السن؟ لا سن حمل عادي. اه يعني اوكي ماشي. هقول لك شو معناها الثاني، الحلم الثاني. والحلم الثاني يا دكتور كأني أشوف أني أنا في بيت عمتي. آه. وكانت جنتي متمزقة. عمتك اللي هي أخت الوالد ولا عمتك حماتك؟ اوكي ماشي. اشوف الشيله كانها متمزقه شوي. شيله مين؟ شيلتي انا. كانها متمزقه وغطيت الشيله على يشوفنها الحلم. ايوه. وسترتها على يشوفنها. وبعدين كانه حد قالنا انها اخو زوج عمتي. ايوه. توفى واستوعزا. اخو زوج عمتي. عمتي زوج. هو غير متزوج؟ لا هو كبير. كبير في السن. اوكي. اسمع انك انا توفى واستوعز في البيت وانا طلبت من اختي تعطيني مكياج وعشان اسرح شعري وسرحت شعري وتمكيجت وكان وجهي وايد حلو يعني جمال يعني وايد جمال جمال مش طبيعي. الحمد لله رب العالمين. انت شعري والشعر كان وايد وايد يعني ناعم واسود وشكله جميل وايد كنت اشوف نفسي في المنظر وايد عجبني نفسي. واضح تمام. انت الفتره دي زاد الحمد لله قربك من رب العالمين وزاد التزامك وطاعتك لله اكتر من الاول صح؟ الحمد لله رب العالمين. اقول لك ليه؟ لانه الرؤيه فيها معاني جميله. خليك معانا يا ام سيف من راس الخيمه. انت عزباء؟ منفصله. عزباء منفصله؟ لا. نعم منفصله. طيب يا ام سيف خليك معانا لا تفارقي شاشه الفجيره. شكرا ام سيف من راس الخيمه. معانا اختنا هدى من السعوديه. رجعنا على السعوديه ثاني. اوكي هدى من السعوديه السلام عليكم. مساء عليكم. السلام. هلا وغلا. هلا وغلا بأهل السعودية. الله يسلمك. الله يسلمك. رأيت أني أمشي وشفت سيقاني كأنهم يطلعون دم، كانوا ينبع منهم دم من عدة يعني من خمسة خروج كذا. وشافتني أختي قالت لي يعني أنا أشوف أن الأمر بسيط يعني بيروح. قالت لي أختي لا لازم تروحين ما أدري وش يعني تشوفين وكذا. يوم رحت المستشفى لقيتهم مشغولين ولا طلعت يعني ما شفت نتيجة. بعدين من بكرة طلع كلامي صحيح يعني ما في شيء. ويوم شافتني أختي قالت صحيح والله كلامك صحيح ما في شيء بس اني اعجبني وجهك اليوم في انه حمر احمر صار. اوكي. احمر وجهي وفي احمرار يعني واعجبها شكلي يعني شكل وجهي وهذا وخلصتها. جميل. وفي في في رؤيه ثانيه بس الاولى اسالك سؤال، حد نصحك انك تعمل حجامه الايام اللي فاتت؟ لا. طب اذا انا نصحتك هتسويها؟ والله ما ادري ما عمري سويتها. رجلك شويه فيها تعب تحسي بتقلي فيها؟ بعض الأحيان. بعض الأحيان. أوكي أقول لك شو معنى رؤية حلوة ما فيها شيء يخوف أبدا. شو الرؤية الثانية بسرعة يا أخت هدى؟ الرؤية الثانية أختي شافتني أني أنا متزوجة يعني توني متزوجة وشافت إن شافتها الزوج الرجال تقول إنه زين وله كبير وكذا كويس. وقالت إنه بس البيت في غرفتين بس غرفتين وتقول اني قلت لك خلي غرفه واحده للنوم والغرفه الثانيه تجلسون فيها وتاكلون فيها. زين خلصت. اوكي انت متزوجه اصلا؟ لا انا مطلقه. ولكن في فرصه لو تقدم حد يعني؟ اي في فرصه. غرفتين ماشي بس هترضي بيه لان شكله هو هتكون الثانيه يعني فيعني قضاء وقضاء الله عز وجل. هفسرها لك يا هدى. عموما خليك معانا لا تفارق الشاشه ان شاء الله خير باذن الله. شكرا يا اخت هدى من السعوديه. معانا اختنا رانيا من ابو ظبي. السلام عليكم اخت رانيا. السلام عليكم دكتور اشرف. هلا وغلا. اهلين دكتور اشرف كيف حالك؟ منوره يا اخت رانيا الله يسلمك. الله يسلمك دائما منوره على الشاشه ودائما بتفيدنا بمعلوماتك الجميله. الله يكرمك. شكرا جزاك الله كل خير. وجزاك يا رانيا بوجودك والله ودعائك وطاقتك الايجابيه الجميله. الله يكرمك. دكتور اشرف بس عندي حلمين صغار لو سمحت. تفضلي اخت رانيا. دام فضلك. أنا حلمت أول حلم داخل الحلم أنا تفسر لي الحلم أنا لي دعوة مستجابة. أوكي
ماشي. يعني تبصر لي داخل الحلم بس تفاصيل الحلم ما أتذكرها، حتى أمي داخل الحلم تقولي شو الدعوة المستجابة، قلت لها الحمد لله أن الله استجاب. هي تكفي يعني، تكفي، لأنه الدعاء في المنام أو أو في الرؤية تبشر بأن ليك دعوة مستجابة، معناه وتفسيرها أنه فعلا هناك دعوة ستستجاب، والله أعلى وأعلم. ليه؟ لأن إحنا بنعتمد في تفسير الرؤى على القرآن والسنة. القرآن يقول عن الدعاء، وقال إذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى معناها الدعاء في الرؤية إجابة في الحقيقة. وصلت كده؟ أنا فسرتها الحمد لله إن شاء الله. الحلوة الثانية دكتور أشرف، أنا دايما أحلم اللي عندي طفل، وهذا الطفل دايما يحضني ويطبطب علي، يعني إحساس جدا لا يوصف يعني دكتور أشرف، ودايما أحلام الأطفال تتكرر معي. أنت غير متزوجة؟ أيوة غير متزوجة. دايما قلبك الأول وبعدين التفكير العقلي، صح؟ عاطفية زيادة عن اللزوم. للأسف. هذه أول حاجة كشفناها في الرؤية بشخصيتك. هنقول لك شو النصيحة اللي فيها، لكن هذه الرؤية هناك رسالة أخطر وأقوى، وهي أنك لازم لازم تكفي اليتيم أو يتيمة. هقول لك ليه إن شاء الله. خليك معنا، لا تفارق شاشة الفجيرة. المشكلة رانيوم. دكتور أشرف أنا حاليا برا، يعني فينفع تفسر ليش الحلم وأنا على التليفون؟ ماشي ماشي، ما هي على التليفون، ما أنا مش قدام التلفزيون. لا لا مضطرين. لا لا، أنا بعيد عن التلفزيون. باختصار الرؤية دعوة ليك الثانية دي، أنك أنت تكفو اليتيم، هيكون من وراه رحمة وفضل وعطف من الله، وده الاحتضان اللي شفتيه من المنام من طفل، لأنه احتضان الطفل يعني كفالة يتيم تكرمي بها بحنان الله ورعايته لك. وهذه الرؤية تبين جزء في شخصيتك أنك عاطفية، فانتبه لا تجعل القلب مقدم على العقل، فكر الأول في الاختيار قبل ما تدي القلب فرصة، لأنه دائما العواطف أحيانا تخدعنا. شكرا رانيا. شكرا شكرا. أم لؤي من الجزائر، معلش يا جماعة احنا خدنا رانيا، لأنها ده جميل أن جمهورنا حريص على مشاهدة الحلقة ومتابعتها حتى عبر التليفونات عبر مواقع التواصل، إلا أنها مش قدام التلفزيون، فده دليل على أنه الحمد لله نحن يعني ربنا أكرمنا بالوصول إلى قلوبكم، بارك الله فيكم. أم لؤي من الجزائر، السلام عليكم. هلو. هلا بأهل الجزائر، تفضلي أم لؤي. تفضلي أم لؤي. السلام عليكم. وعليكم السلام أم لؤي. كيف حالك يا دكتور؟ بخير ولله الحمد والفضل والمنة. الحمد لله. من فضلك عندي رؤيتين إذا أردت. برضو كله دبل دبل. تفضلي أم لؤي سريعا. شكرا شكرا جزيلا. أعيد نفسي أني كنت صاعدة إلى سطح بيتي وكأني كنت رجلا كهلا. وكان بلبس رياضي، وكان معي حارسين شخصيين. سبحان الله، الرجل نفسه بلبس رياضي. انا كنت نفس كانك انت رجل كهل. اوكي. نعم انا كنت رجلا وكنت لابسه لبس رياضي، ومعك حارسان. وكان معي حارسين شخصيين، وكان هناك مجموعه من الغنم، وكنت اريد شراء واحده، فتقدمت الزبائن وقلت لصاحب الغنم اني انا امير تيزي وزو. انت ايش؟ تيزي وزو. هذه امير. قلت انا امير تيزي وزو. لا انا ولايه في الجزائر. تيزي وزو هذه ولايه في الجزائر. ولايه في الجزائر. اوكي. يعني هضبة الزهور الصفراء. اوكي اميره. نعم بس كده. انت غير متزوجه؟ بس كده. نعم انا متزوجه وعندي ولدين. وتنتظري انجاب البنت؟ مرت بازمه. لا ليس بعد. افكر في هذا. بتتمني بنت يعني ولا ولد؟ بس عايزه. مررت بازمه نفسيه. بسبب سحر والله اعلم. لكن ما 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 تدعي ان الله يعطيكي بنت او ولد الايام دي خالص؟ بنت. نعم نعم انا عندي ولدين واتمنى تكون عندي بنت. ما انت شريعه عايزه تشتري غنمه فدي باينه. بس في حاجه جميله في السؤال الاخير، انت بتمارس الان عبادات وطاعات كتير؟ نعم نعم نعم. لان الرياضه في المنام بالضبط. نعم نعم. الرياضه ضروري بازمه صحيه، ف جميل. تعودت على قراءه سوره البقره والادعيه. واضح يعني بحرقه. واضح واضح، لان الرياضه في المنام لا يقصد بها الرياضه الجسمانيه، انما يقصد بها الرياضه الروحيه. هوضح لك اكتر دلوقتي بعد البريك والفاصل. شكرا ام لؤي من الجزائر. أحبة الكرام، سنأتي إلى تفسير هذه الأحلام واستقبال باقي الاتصالات وباقي رسائل فيسبوك واليوتيوب اللي اشتعل ما شاء الله، رسائل بالمئات قدامي.
بعد الفاصل. نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل، فلا تتركوا شاشة الفجيرة. اهلا بكم مشاهدي الكرام، سامحونا بس على الفيسبوك واليوتيوب الواي فاي عمال يفصل معانا، ما تزعلوش ان شاء الله تتظبط العمليه دي التقنيه عن طريق التلفزيون باذن الله. علوي من السعوديه، اخونا علوي، حلمك بانك انت يوم جمعه والدتك بتقول لك انزل صلي مع ابوك وابوك متوفي وبعدين بتدور على مطعم. ده رؤيه باينه جدا، فيها رسالتين. الرساله الاولى، ربنا يكرمك إن شاء الله إذا استطعت أنك أنت تحافظ على صلاة الجمعة. أنا أعرف أنك قلت سابقا أنك كفيف، لو في حد يقدر يوصلك أوكي، ما يقدر إن شاء الله ربنا يرفع عنك يعني الحرج في هذا الأمر. ليس على المريض حرج، لكن احرص على هذا الأمر، احرص على جمع شمل الأسرة أيضا، لأن ده بيرضي الوالد في آخرته عندما يجتمع شمل الأسرة على أيديك. أما المطعم والوالد موجود، معنى كده الوالد كان كريم في الإطعام في حياته، فيستحب أنك أنت تتصدق عليه صدق الطعام. سبحان الله، كان واحد بيقول لي أبويا بيجيلي في المنام ويطلب لحم، قلت له معناها طالب أنك أنت تعمل له عزاء، كان بيحب اللحم وعايش. قال لي جدا، قلت له اللي كان بيحبه طلع منه لله على روح الوالد. سبحان الله. الرؤية الثانية علوي، أنا فسرتها لك طبعا، أمك بتقول لك مشي زوجتك، احنا قلنا معناها هي توصيك بزوجتك خيرا. نورة من أبو ظبي، حلمت بعد الفجر. يا نورة، الحلم بالبيزات أو الفلوس أو الأموال أو الماني، كل اللغات قلتها لكم، تعني في الحقيقة رزق. رزق الفلوس سواء كانت ورقية أو فضية أو الشيكات، كلها تاخد حكم واحد في تفسير هي الرزق. بإذن الله يأتيك رزق من الله تبارك وتعالى، ولكن احرصي على الصدقة من هذا الرزق، احرصي على أن يكون هناك سبحان الله نوع من أنواع العطاء ليه الناس عشان ربنا يبارك في هذا الرزق. طبعا انا بحاول نظبط اللي بيفصل معانا، نحاول نفتحه تاني عشان الناس بتتابع معانا بالالاف. طيب، اما بالنسبه نور الجزء الاخير اللي بتقول لك واحده تعالي دومي، ان شاء الله هذه بشرى بالالتحاق بعمل باذن الله. ام سيف من راس الخيمه، حلمت بان اخي توفي. وفاه الاخ اللي هو المتزوج، انا سالتك طلع متزوج، وفاة المتزوج في الرؤية بشرى بالحمل والإنجاب لزوجته. أما وفاة الأعزب، شاب غير متزوج، ده قاعدة في التفسير، الشاب الأعزب يتوفى معناه قرب الزواج والارتباط. نعم، بكائك طبعا في المنام دليل الفرح والسرور، إن هو سبحان الله أخوك سيرزق بإذن الله بمولود، والله أعلى وأعلم. الحلم الثاني، قلتي الشيلة بتاعتك ممزقة وانت بتحاولي تسطريها، حاجة من اتنين، يعني انت بتحاولي توصلي ارحام مقطوعه بين الاهل وبعضهم، دي الشيله الممزقه اللي انت بتحاولي تسطريها، او الاحتمال الثاني والرؤى حملت وجوه الرؤية، الوجه الثاني الرؤية انك تكوني بتحاولي ان تسطري على حالك بينك وبين الله تبارك وتعالى، فلا تبدي للناس العيوب، وتحاولي ان تدعي دائما بالستر، بتحاولي انك انت يعني عارفه لما واحد ربنا يقول ايه، إن الله ستير، يحب الإنسان الستير على نفسه. ولذلك حتى أصحاب المعاصي نقول لهم دايما إيه من خلال الرؤية دي، نصيحة يا أخي، إذا ابتليت بمعصية ما تقعدش تعلنها بين الناس وتفرج الناس، وأنا عملت امبارح يا أخي، سطر على حالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخلون الجنة إلا المجاهرون. قالوا مين المجاهرين يا رسول الله؟ قال الذين يجاهرون بالمعصية. أو قال صلى الله عليه وسلم يبقى ربنا ساتر عليه بالليل ويفضح نفسه بالنهار. احكي لاصحابه ده انا امبارح كنت بصق، يخرب بيتك يعني. يا اخي سطر على حال، اذا بوليتهم فاستتروا، الله يهديك. مش انت، لا انت راجل مطيع لله، ما بكلمش عنك انت، لا لا انت حبيبي على راسي. هبه هدى من السعوديه بتقول الحلم الثاني بتاعك يا مسيف، يا سلام. باقي الحلم، المكياج في الرؤيه والتسريحه الجميله والوجه الحلو ليس له علاقة في الرؤى بالجسم، إنما هو مختص بالروح والقلب والأخلاق. فجمال الوجه في الرؤيا دليل تزكية الخلق
والوجه اللي كله إيمان وكله نضارة ونور. الميك اب في المنام تزين، تزينك بالأخلاق. أما تسريح الشعر، الشعر رزق، فهناك ترتيب لأمورك المادية. والله أعلى وأعلم. هدى بالسعودية بتقول أمشي وكأن السقان يخرج منها دماء، وراحت مستشفى لقيتهم مشغولين. هذه رؤية، رسالة لك أنك تروحي تعملي حجامة على القدم أو الرجل. إيه الحجامة دي؟ في شباب من اللي بيسمعونا وبناتنا ما يعرفوش إن دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجامة النهاردة بيعملوها بعض المستشفيات في الصين، مشهورة جدا، وهي النبي قال عنها زمان من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. الحجامة مطلوبة إن شاء الله، ربنا يكرمك لو عملتيها تكون فيها نفع كبير، وياما ناس شفيت بس، وفي مراكز طبية مشهورة، أطباء متخصصين في عمل الحجامة. نعم. أما بالنسبة للرؤية الثانية، أختي رأتني كأني متزوجة وقالت لي عندي غرفتين. فهو طبعا سيتقدم لك والعلم كله عند الله إن صدقت رؤية. واضح من الرموز أنه يتقدم لك إنسان، بس هتكوني رقم اثنين، لأن الغرفة في المنام هي البيت الزوجي. يتكلم الله تبارك وتعالى في القرآن يتحدث دائما في غرف، عن غرف الجنة، على سور المتقابلين. فالغرفة تعبر عن بيت الزوجية، فغرفتين يعني أنت التاني. فمعليش إن شاء الله يكون في خير بإذن الله. في حريم بتزعل من الزواج التاني، معرفش ليه، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده، ما بأيدوه يعني. هيقولي ما بتأيدوش ليه الناس المتجوزين وقاعدين هيقفلوا التلفزيون دلوقتي. أنا ماليش دعوة بموضوع الزواج دوت التاني ولا التالت ولا الرابع. أنا بتكلم عندك واحدة وربنا كرمك بيها وحطاك على رأسها من فوق وماشية معاك بمرض الله، يعني ما فيش داعي أن أنت تفتح على نفسك باب تاني. يعني ما تكلمش في الأمور الشرعية، هذا شرع الله، الزواج والتعدد إلى آخره. بس يعني تكون بتقدر تعدل. لكن في ناس ما بتطبقش من الدين إلا مثنى وثلاثة ورباع، والله ما يعرف الظهر كم ركعة، بس حفظ الآية دي بتاعت مثنى وثلاثة ورباع. طبعا كل الحريم بتسقف لي دلوقتي، أنا عارف، من ورا الشاشة، عشان مبسوطين من الكلام ده. أنا بتكلم بمرض الله. رانيا، رانيا من أبو ظبي، الكنترول بيضحك معايا، مهند حبيبي يا مهند. رانيا من أبو ظبي فسرنا حلمك الأول، دعوة مستجابة إن شاء الله. أما الحلم بطفل يحتضنك بعطف وحنان في الرؤية، قلت لك ده وأنا فسرتها، أنا برجع تاني ليه، قالت لي ما كنتش خلاص. الطفل في المنام يفسر بأنه كفالة يتيم أو طفل، سيكون من ذلك العطف والرحمة من الله تبارك وتعالى بسبب هذا العمل الصالح. أم لؤي آخر حاجة من الجزائر قالت حلمت كأني راجل كهل لكن بيمارس الرياضة. لما تحلم أنك راجل كهل معناه أنك فعلا مريضة كما قلتي، يعني كهل يعني تعبان كبير في السن، لكن بيمارس رياضة معناه بتمارس رياضة العبادة والطاعة. عشان كده بيقول لك إيه، هناك أنواع من الرياضات، رياضة الجسم ورياضة الروح. المنام في رؤية الرياضة في المنام هي رياضة الروح. وحارسين ربنا يقيد لك إن شاء الله من يحرسك من ملائكتي بطاعتك الله تبارك وتعالى. وشراء الغنمة دي بنت، والله أعلى وأعلم، يعني ربما ترزقي ببنت. أحلى حاجة في الدنيا البنت، اسألوني أنا عندي بنت والله بموت فيها، وهي سمعاني دلوقتي على أحبها. أنا أبوها أوبا، أنا أحب ابنتي. هو أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة حب مش قادر أقول لكم إيه يا جماعة. ده وهو بيموت يتميل كده وتقول ملت على أبي وهو في سكرات الموت، فقال لي قولا فضحكت، قال لي قولا فبكيت، وبعد قليل قال لي قولا فضحكت. فلما مات النبي قالوا لك كنت بتبكي وبعدين تضحكي، قالت أخبرني أبي بأنه سيرحل، خلاص روحه ستفيض، فبكيت لأنه سيموت. وبعد قليل أخبرني بأنني سأكون أول من يلحق به من أهله بعد موته، بس ما قاليش إمتى. ماتت بعد النبي بأربع شهور بنته. شوفوا الحب حتى في الحياة وحتى في الموت. أحضن بنتك وضمها ليك وخليها تخليك صديق، تعملش مع بنتك بعنف عشان تحبك وتحطك تاج راسها وتدعي لك، وهي اللي هتشيلك على فكرة، مش الولاد اللي هيشيلوك، مش هيفضولك، عنده عيال وعنده الحرمة مطلع عينه، بنتك هي اللي تحطك على راسها من فوق. طيب بعد كده يا أستاذ مهند، معنا مين؟ أم سليمة من الجزائر. أم سليم من الجزائر. أم سليم السلام عليكم. عليكم السلام. هلا وغلب أهل الجزائر، مرحبا أم سليم، تفضلي. هلا بيك في الحال أستاذ. هلا بيك، الله يحفظك، تفضلي يا أم سليم. أنا عندي حلم لابني عمره 6 سنين. تفضل أستاذ الكل. ابني شاف نفسه أنه راكب فوق نحلة
وهذه النحلة كانت بتطير بيه. الله أكبر. كانت كل ما تصل إلى منعرج كانت تحاول إنها تسقطه. آه تحاول تسقط. لكنه لم يسقط. نعم صعدت به إلى الجبل. لما صعدت به إلى الجبل سقط هو وهي. فمات. لما مات وقع في ذلك المكان حافلة زرقاء متوقفة وأمامها طفل صغير. لا هو بعد ما مات لقى حافلة زرقاء وأمامها طفل صغير. لا 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 في نفس المكان لا. الذي سقط فيه. في نفس المكان. مين اللي لقى الحافلة؟ ابني لما سقط من عن نحلة مات. لما مات شاف نفسه في ذلك المكان والحافلة متوقفة. شاف نفسه في ذلك المكان والحافلة متوقفة. مش ركبة معايا خالص. أنا طفل صغير. لا. طيب وانت عملت ايه؟ ابني هو اللي شاف الحلم. الولد اللي شاف الحلم. اوكي. الولد عنده كم؟ 6 سنين. 6 سنين. نعم. وشاف حلم زي كده. نعم. هو الولد ده من حافظ القرآن ولا شو ولا ذكي في الدراسة ولا ايه بالظبط؟ ذكي في الدراسة يعني وعم يحاول يحفظ القرآن. يا سلام. ماشي يا مسلم هفسر لك شو معناها وخلي بالك على الولد ده ان شاء الله هيطلع فيه خير كتير بإذن الله. شكرا يا مسلم من الجزائر. مين؟ اخونا يوسف من ابو ظبي. السلام عليكم يا يوسف. ام يوسف هلا وغلست كل. مرحب بك يا ام يوسف. اهلين يا شيخ. يا شيخ عندي احلام صغيره 4 مرتبطه ببعض الاحلام. يعني كم؟ 1 ولا 2؟ لا هم صغار يعني 3 احلام مرتبطه ببعض يعني نفس القصه. طب سريعا الله يكرمك عشان فكرت. انا مطلقه وعندي طفلين وفكانت عندي علاقه مع يعني شخص عادي زميل. طيب هذا الشخص وعدني بالزواج وفجأة اختفى مني يعني من شهر. فصرت يعني اتردد بسورة البقرة يعني اقرأ البقرة يوميا. ايوه. فاول حلم شفت اني انا كاني اركض حق السكن حقه. كانك ايش؟ اني كاني اركض حق السكن حقه يعني اروح كاني اركض حق بيته. تركض ناحية السكن. تمام. ايوه. وثاني حلم شفت انا وبنتي وامه قاعدين يعني مرتدية الفستان الأسود والفستان الأسود كان تحت الرقبة ومع حذاء عالي أسود وفي أحمر. أنت اللي لابساه؟ أيوة أنا لابسه وبنتي جالسة عندي. فأمي تقول لي أنا فستان أسود وقصير تحت الرقبة وكان حلو الفستان ناعم وبسيط ومع حذاء كعب عالي أسود في الطرف أحمر. العواطف هتتعبك في حياتك يا أم يوسف. أنت فاهمة كلامي. كمل. ماشي. لازم نحط العقل قبل العواطف والقلب. كمل الحلم الثالث. طيب ماشي معنا حلمين من يوسف. ناخد مين بعديها؟ لينا من الجزائر. ما شاء الله الجزائر وابو ظبي اليوم حقهم عالي. لينا سلام عليكم اختي لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وغلا. تفضلي يا اختي لينا. استاذ حلمت زميلة لي أنني كنت ألبس ساري أخضر وكنت ساري هندي لباس بعرف هندي أخضر. بعرف بنشوفه نعم كتير هنا في الإمارات. أيوة. وكنت متزينة وأخبرتها أنني انخطبت وذكرت لها اسم العائلة. فهل اسم العائلة يمكن أن يشير إلى الخطيب فعلا؟ يعني في واحد خطبك من العيلة دي فعلا؟ لا لست. لا أنا عزباء. انت عزباء بس الاسم العائله ده انت تعرفيهم؟ نعم اعرف هذه العائله. ما فيهم حد ابدا اعجاب او عايز يتقدم او كده؟ لا بس هذا اسم هذه العائله مركب وفي اسم في اسم شخص موجود في اسم هذه العائله. طيب ماشي. هل يمكن ان يشير الى اسم شخص؟ الاسماء قد تشير لكن هو الحقيقه مش محتاجين دلالة الأسماء لأن في دلالة أقوى في الرؤية وهي دلالة الأحداث اللي ذكرتيها أو الرموز. نعم. كان عندي استفسار فقط عن الحلم الذي سرته في المرة الماضية. بالنسبة للحلم الذي سرته في المرة الماضية حول ألواح الخشب وصناعة السرير. أيوة. قلت أن هناك جزء لم يتم تفسيره وهو رؤية ذلك الشخص يمشي بجانبي ويرش الماء من قارورة في الطريق. لا انا فسرت الجزء ده يرش الماء بالقاروره. يا ريتك. يعني الشخص اللي كان هيخطبك ده بيرش الماء بالقاروره؟ لا لم يخطبني. ما تتوقع ان يتقدم الشخص ده؟
لا أعرف. طيب هو الأشخاص عموما متزوج، قلت أنه متزوج ويرش الماء بالقارورة عليك صح؟ لا لا في الطريق، وأنا نمشي يمشي بجانبي ويرش الماء في الطريق. طيب رغم أنه هو من أساسيات التفسير يا أم يا أختي لينا أنه لا تعاد الرؤية مرة أخرى، هذا خطأ، لكن سأحاول أن أعطي بوجه عام شو معنى إنسان يرش ماء في الطريق. حاضر السكول، شكرا يا لينا. وكان يمشي بجانبي، كان يمشي بجانبي. واضح واضح، كان يمشي بجانبك. خليك معنا إن شاء الله بعد الفاصل نجاوب على الأسئلة بتاعتكم كلها. حبة الكرام نذهب الآن إلى فاصل ثم نواصل، فانتظرون. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم جديد. بقدم اعتذاري المرة الثالثة للمتابعين على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بسبب ضعف التقنية بتاعة الواي فاي، إن شاء الله تحل المشكلة دي من الحلقة القادمة بإذن الله، لأن عارف رسائل جات لي عتاب كتير وما تجاوب علينا والخط بيقطع وأسئلة كتير، معلش سامحونا إن شاء الله. هنتابع معاكم الاتصالات. أم محمد من أبو ظبي، السلام عليكم أخت محمد. السلام عليكم، مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟ هلا وغلا يا محمد، تفضلي استكل. شيخ أبغي تفسيرك عن حلم النسية في أبويا. أبويا متوفي قول تقريبا 2007 8 أشهر، يعني داخلين على الثامن. أوكي. حلمت إنها شافته هو يعني بروح شباب، يعني أبويا اليوم توقع كان عمره تقريبا في الخمسينات، هو شكله شباب. الله يرحمه. شعره ما شاء الله غليظ وأسود. ما شاء الله ما شاء الله. لابس بنطلون وبلوفر شتوي، سواتر الشتوي ما شاء الله، وكان معاه ريال وحيد يسولف معاه ويضحك الله. وبعدين دخلوا غرفة، هالغرفة لها بابين والغرفة بيضة باتجاه القبلة. الله الله. وبإيده كان في شيء، بس عمتي ما شافت هالشيء اللي كان بإيده وبس. رؤية رؤية جميلة جدا يا محمد، اوعي تفرق الشاشة عشان تسمع التفسير بتاع رؤية أبوك دي. شكرا محمد، شكرا شكرا. أختي منيرة من أبو ظبي، يا جماعة طب وزعوا التليفونات على باقي الإمارات، ما شاء الله، طبعا على رأسي، يعني على رأسي طبعا العاصمة، أهل العاصمة ما شاء الله. بس تفضل منيرة، السلام عليكم أختي منيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ هلا وغلا، نورتي البرنامج. الله يسلمك يا شيخ. شيخ بس أبغى أفسر يعني حلمين القصار. تفضلي تفضل. إنزين، الحلم الأول يا شيخ أنا حلمت إن يعني في قبيلة أنا ما أحبها طلبوني، أوكي، فقلت يعني عادي أنا راح أوافق على ولدهم، أوكي، إننا في العائلة يعني القبيلة هذه في عائلة نعرفها يعني زين. بعدها شفت كلك الدعوة مكتوب في اسم ثلاثي واسمه أحمد. طيب وبعدها كني أنا أشوف يعني كني البطاقة الدعوة كني يعني أنا مش عارفة، ولا كني مش عارفة إن هذا عرسي، ولا يعني كني مصدومة يعني. كنت في جنب قاعة الرياييل، قلت لأخو أختي العريس قلت لها خليني أشوف أخوك بالأول يمكن ما يجي. بس كده؟ بس كده. انت الانسان ده يعني ابدا ان هو عايز يتقدم ليكي او حاجه؟ لا 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 ما اعرفه يا شيخ. طيب هم الاشخاص رمزيه بوجع، بس العائله هذه اصلا ما عندها ولد اسمه احمد يعني. ماشي ماشي، ملاش علاقه، بس اقول لك شو معنى. حاضر. الحلم الثاني؟ الحلم الثاني شيخ حلمت اني انخطبت، بعدين كنت اقول له انت قياس الخاتم 7x7. ايش ايش قياس الخاتم 7x7؟ قياس الخاتم 7x7 ليه هو؟ ايوه ليه هو. اوكي، فهو كان يلبسني يعني، فالخاتمين طلعوا اكبر مني. فانا قلت له قياسي 5x5، وبعدها الخاتم الثالث يعني هو خاتمين طلعوا اكبر مني، الثالث طلع على جدي وكان يعني خطي وعليه ورده. انت في خطبتين ما تموا صح؟ لا لا يا شيخ، ولا خطوبة. ولا خطوبة تمام. طيب استكل،
هفسر لك شو معناها منيرة وإن شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله. شكرا منيرة من أبو ظبي. تسلم شيخ. معانا أمينة في الجزائر. مش عارف أنت حكايتك إيه وحكاية الجزائر و... طب خش على الدول التانية يعني ما فيش حد من مصر يا جماعة يشجعنا طيب مع... يعني طيب يلا أمينة السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وغلا بيك يا أخت أمينة. مرحب مرحب مرحب, مرحب. شكرا أستاذ. هلا وغلا. أستاذ حلمت أني في بيت جدتي وكان هناك قدر كبير مطوى يعني فيه فاصولياء مطوبة فاصولياء بيضاء. لا كان إيش قدر 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 كبير جدا قدر به الفاصولياء الله مطوبة مطبوخة مطبوخة أيوة وي. نعم وبعدها أنا رأيت خالتي وكانت خالتي اسمها وردة وهي مختلة عقليا في الواقع في الواقع نعم الله يشفيها وأكدت منها ثم أنا أمسكت من مدعقة وأكلت من القدر ثم رأيت فجأة أمام بيت جدي سيسي الرئيس سيسي اوكي رئيس مصر ماشي ولابس بدلة عسكرية واخذ هو ايضا واكل منه من القدر ثم قلت له لقد اكلت منها خالتي وهي مريضة لقد اتسخ القدر نظر الي نظر ولم يفعل شيء ثم انتهى الحلم انتفخ القدر تقولي لا أستاذ أكل منه أكل من قدر الفاصوليا وقلت له ربما القدر متسخ لأن خالتي مريضة عقلية نعم ماشي ثم ماشي. لم يقل شيء وانتهى الحلم نظر إلي ولم يقل شيء. طب السؤال هنا أنتوا حصل معاكوا أنه راحت يعني في حد أخذ فلوس وما ردها أو ضاع منكوا شيء ذهب أو فلوس الأيام اللي فاتت أو حد في العائلة صرف فلوس بدون وجع حق أو في شيء مش ما استفدتوا به؟ ربما أنا مبدرة أصرف الفلوس كثيرا. هي دي الفاصوليا يا ست الكل أقول لك شو معناها بس خليكي معانا على الهواء هفصلها لك أكتر. شكرا جزيلا أستاذ. أرجوك البث منقطع عندنا. النت منقطع؟ النت منقطع نعم. يعني عايزة أفسرها لك دلوقتي؟ إذا كان بالإمكان. واضح من الرؤية أن أكل الفاصوليا سواء عن طريق الخالة أو عن طريق حد تاني في المنام يدل على أنه الأموال الفاصوليا حبات تعد فهي مال. خالتي كلت منه يعني وهي اصلا سبحان الله بتقولي عندها مرض في الواقع فالرؤية عايزه تقول لك ركزي كده وعقلي في الصرف ولا تبذري لان المبذرين اوعي تبقي منهم لان المبذرين الله يبعدنا عنهم يعني ان شاء الله ربنا يكرمك. الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيه الزعماء والحكام بوجه عام تدل على رفعه مكانه وتحقق امل حتى لو اكل او مشي معايا او كلمني بس بارك الله فيك. أرجوك أستاذ نعم. يقال أن أكل الفاصوليا غير محمود. لا تذهبي لتفسيرات الإنترنت ولا الكتب. قال تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني مش عايز أقولك رب يعني إحنا اتعجلنا كده 23 سنة في علم التفسير حتى الماجستير اللي عملناها كانت رسالة الماجستير اسمها الرؤية والأحلام في القرآن الكريم دراسة موضوعية أول كتاب في الخليج العربي يكتب عن علم تفسير الرؤى فالموضوع لازم أهل علم ما ينفعش من الكتب. أستاذ أرجوك أستاذ هل بالإمكان تفسير حلم آخر؟ لأن الوقت باقي بسيط وما جاوبتش على باقي الناس أرجوك. طب قولي سريعا بارك الله خليها آخر اتصال. شكرا. أنا حلمت أنني أجمع في الغسيل غسيل منشور في الحبل وكانت الأمطار تهطل ثم انقطع الحبل وأنا أجمع الغسيل ولم تسقط الملابس على الأرض ثم بكيت وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. أراد بعض الناس أن يعرضوك لشيء من الأذى لكن بتمسكك بالحبل المتين وهو القرآن ربنا عفى عنك وشفاك لأن الأمطار إجابة الدعوة. كلامي صح ولا غلط بس؟ صح. شكرا. أنا أقرأ القرآن. الله يثبتك ويحصنك إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا أختنا أمينة من جزاء العفو السكول. فاطمة من سوريا. فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور. هلا يا اخت فاطمه، حب يرضيني راح دوله تانية مهند عشان خاطري مش مهند بتاع التمثيلات التركيه، مهند اللي معانا في عليكم السلام يا اخت فاطمه، هلا وغلا. كيفك دكتور؟ شو اخبارك؟ بخير الله يحفظك. خش على الحلم على طول لان الوقت جري. اوكي دكتور، اختي شافت بالمنام انه على اساس انه على يريد النط على تركيا، هي وابي وانا وامي، فقال لنا ابي انه ادخلوا بنفق والنفق مظلم فانتبهوا، فدخلنا بالنفق مباشره وطلعنا من النفق على تركيا، وشافت معنا خالتي اسمها نجاه وابنها اسمه عمر. وبعدين قالت انه لو ضالين بالبكمان بلدنا افضل. هاي الرؤية الأولى، خرج الرؤية الثانية ولا لا؟ بس معلش خليك المرة الجاية يا فاطمة، الوقت خلاص. الله يبارك فيك، شكرا فاطمة من سوريا. الله يسلمك، كلك ذوق كلك ذوق. ندخل على التفسيرات، والله توهتونا. أيوة. طيب ماشي يا باشا، أنا صاحي ما تقلقش، لسه معانا خمس دقايق. طيب أم سليم من الجزائر حلم ابنها اللي عنده ست سنوات بانه راكب فوق نحله، يا رب اكون سمعتها صح، نحله مش نخله، نحله قالت بيطير بيه، وكان هيقع وبعدين وقع فعلا، وبعدين شاف كان باص ازرق. النحله مستحبه في المنام لان النحله شفاء، والنحله رزق، والنحله تدل على النشاط والحيويه والنظام في الحياه. ابنك ربما يرزق لما يكبر ان شاء الله، يكون صاحب اداره، صاحب نظام كبير، مدير، صاحب مكانة، نشاط، حيوية، كويس؟ ولكن ربما أثناء عمله، أثناء دراسته، ربما يحصل معاه بعض العوائق اللي بتحصل مع أي طالب، اللي بتحصل مع أي واحد بيشتغل في وظيفة، لكنه سيعود ويقف على قدميه، لأن الحافلة هي حياته وعجلة الحياة. نعم. أما أم يوسف من أبو ظبي قالت إن أنا مطلقة ولديها طفلان، وبعدين شافت في المنام ان هي طبعا مطلقه ولديها طفلان كما قالت، وان في شخص كانت تريد الارتباط بيه اختفى مره واحده. ده الواقع. الحلم بتقول حلمت اني بركض ناحيه السكن بتاعه. الرؤيه رساله ليكي بتقول لك لا تتعلقي باحد، ما تركضيش ورا حد اختفى. اللي يختفي دلوقتي قبل الزواج، امال لما يعقد على الزوجه هيعمل ايه؟ هيتبخر؟ فما نجريش ورا حد. اللي عايز يجي ويحطنا على راسه من فوق، لكن احنا نجري ورا حد لا. دي الرساله في الرؤيه وده تفسيرها. اتنين، قالت لابسه فستان اسود وبعدين تحت الركبه. ده رساله ليكي تانيه، ما تجريش ورا زوج بالعواطف، شخص عشان حبيتيه وتعلقتي بيه، لان مفروض الفستان هو الزوج او الخاطب. كل ما كان طويل وساتر معناه صاحب دين وخلق وهيسطر عليكي ويحميكي، لكن لما يكون اسود وقصير او نازل تحت الركبه يعني مش مغطي قوي، يبقى ابعدي عن الاشخاص اللي زي كده. اظن كلامي واضح يا جماعه. لما تختاروا اختاروا اصحاب الدين والخلق، ما تختاروش بالحب، والله العظيم بيروح كل ده. والله الميك اب 10 كيلو بودره تحط ده بتروح بعد شهر من الجواز. اختاروا الروح، القلب، الاخلاق، مش الشكل والعيون الخضراء والصفراء بيحطوا لانسر دلوقتي، اسمه لانسر، اكون غلطت في الاسم، لانسز، سوري لانسز، معلش ثقافتي في المكياج ضعيفه شويه. بيحطوه بيخلوا العين لو هي مش عارف، سبحان الله تطلع ملكه جمال كده وبتضحك عليك. والله يخليك اختار واحده كده من الفلاحين زي ما بيقولوا، واحده على الفطره يعني. شكرا. طيب عندنا ثلاث دقائق. لينا من الجزائر بتقول حلمت بزميلة حلمت زميلتها بيها ان هي لابسه ساري اخضر. الساري هو ثوب تلبسه المرأة، واللون هو زوج او خاطب طبعا الثوب، واللون الاخضر لون الفرحة والسرور، متزينة يعني تزين اخلاق ودين وزيادة التزام. طيب بتقول بعد كده نلبس النظارة، كبرنا في السن معلش خلينا. اسم عيلة كأنها خطب، ليس اسم العائلة ولا اسم الشخص يشير لدلالة معينة في المنام، لكن إشارة، لكن إن شاء الله تحصل خطوبة من عائلة كريمة. الألواح الخشب اللي أنت سألتيني عنها، والشخص ده بيرش الماء بالقارورة في الطريق، هذا الإنسان إن قدر لك الزواج سيكون زوج المستقبل. إنسان يحاول أن ينظف الحياة. رش الماء مستحب في المنام،
حتى بيجوا قدام المحلات زمان كده تشوفوها في يرش كده قدام المحل عشان الجو يروق وعشان الأتربة تبعد عن المكان. فدوت شخص هيريحك في حياته معاك بإذن الله تعالى. أم محمد من أبو ظبي بتقول عمتها حلمت بأبوها المتوفي جاي شباب، دي علامة من علامات القبول إن الميت يأتي شباب أو مبتسم. نعم. أما الرجل الوسيم اللي بيسولف معاه ربما يكون عمله الصالح، دي بشرة إن أبوك والله أعلى وأعلم، الله يريد أن يطمئنكم على حاله في عالم الأموات. نعم. تانية بتقول رؤية تانية، كأن قبيلة طلبوني ومش عارف اسمه إيه، إن شاء الله يكون بشرة بالزواج، بس أكسري من الدعاء اللهم ارزقني زوجا صالحا يا رب. منيرة من أبو ظبي، بطاقة الدعوة يا منيرة رمز في المنام إلى أيضا الزواج. الأحلام كلها النهاردة عن الجواز والخطوبة سبحان الله. اتنين ربما موضوعين ما يتموش، الموضوع الثالث يتم اللي هو رأيتي القياس في الأول مش مظبوط، تاني مرة مش مظبوط، القياس الثالث جاء على قدك يعني زوج مناسب. أمينة من الجزائر بسرعة كده، في بيت جدتها قدر فاصوليا، قلت لك يا أمينة تفسرها فلوس، حاولي ما تبزريش. أخيرا جمع الغسيل وبعدين انقطع وبعدين قلنا دوت برضو. آخر حاجة فاطمة تركيا من الترك، فهناك أمور ربد أن تتركوها وتجتمعوا على كلمة واحدة كعائلة، ده تفسير رؤياكم وكلمة نجاة بشرى بالنجاة بإذن الله فاطمة. اللهم نجنا جميعا وأكرمنا جميعا، وإن شاء الله يكون كلامنا اللي قلناه كلام رفع معنوياتنا وعطانا الأمل والتفاؤل في الحياة. هكذا شعار حلقاتنا وبرنامجنا، دوما أبشر بالخير.